الساحل والبحر وصوت جميل ياخذنا بعيد، دائما نعرف ان هام في خلال رحلاته البحريه الطويله اللي من خلالها يقدم رساله او احيانا مسج لمحبينه وينهم عليهم بنهماته في البحر عشان يضيع الوقت يعني ويسعدهم اكثر وما يحسون بالمسافات الطويله. طبعا من اشهر المناطق المميزه بالمواويل البحريه هي المنطقه الشرقيه تحديدا. طبعا زميلنا حسين السلطان موجود وراح يعني يعيش معنا تفاصيل جميلة في نهامة. يسعد صباحك حسين. صباح الخير يا سندس، وكل عام وانت بخير. حقيقة تستمر أفراحنا ومسراتنا بهالمناسبة السعيدة، وفي ظل هالظروف يمكن يا سندس احنا نستشعر يعني أبائنا وأجدادنا الأولين اللي كانوا في فترات ماضية يعانون الكثير. يعني خلال الفترة هذه يا سندس يعني يمكن في موروثنا في منطقة الخليج العربي كان له نصيب. إذا كنا نعيش الأيام هذه أيام منع التجوال، فما بالك بأبائنا وأجدادنا اللي كانوا يروحون البحر ورحلات الغوص وكانت لهم يعني معاناة وصعوبات كبيرة خلال الفترة هذه، وعشان يروحون عن أنفسهم خلال فترة الصعوبات هذه كانت لهم عدد من العادات والتقاليد والأهازيج اللي راح نستذكرها أنا والعم أبو مصطفى السنوسة اللي راح يحاول يعني يضيف شيء من الجمال حقيقة من خلال العادات والتقاليد اللي كانت يعني سائدة ذاك الوقت. أبو مصطفى كل عام وانت بخير بداية، ويقولوا يا سيد البيض يلي بينهم وردة حالي مثل حال قيس العامري وردة. يعني مثل هذه الأهازيج أو هذه الزهيرية اللي كانت متواجدة خلال الفترات السابقة كانت تضيف لأهالينا اللي يدخلون الغوص ويدشون البحر ويجون كثير من المعاناة. قبل كل حاجة أبو مصطفى كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير أخوي حسين، وكل عام وانت بخير الشعب السعودية حكومة وشعبا، والله يعيد علينا العيد إن شاء الله في حال أحسن من هالحال، وعايدين عليه إن شاء الله. أبو مصطفى أنا بديت بزهيرية، أنت لابد تبدأ بالنهام، والناس أكيد ودها تستمع بداية للنهمة. وش النهمة من خلال صوتك اللي يعني راح يضيف شيء إن شاء الله من الجمال من خلال برنامجنا؟ الله يسلمك أخوي أبو علي. هي النهمات عندنا الحمد لله رب العالمين، ونهمة العيد، وما دام إحنا أيام عيد والناس فرحانة إن شاء الله، خصوصا مع القرارات اللي نزلت الجديدة يعطيهم الله العافية حكومتنا ووزارة الصحة تاج على راسنا. أنا أقول اليوم أريد الفرح وانشد بعد يا مال، أنا اليوم أريد الفرح وانشد بعد يا مال، كل ساعة عجيب السعد له بعد يا مال. أنا ما أريد أبداً أجر، ما أريد أبداً أجر، أنتو الذهب يا مال. ها ها يا مالي. الله الله يا أبو مصطفى، أنا حقيقة لما نسمع موروثنا ويكون في حنين للماضي من خلال الهازيج اللي كانت تقال خلال تلك الفترة لما يدخلون أهلنا وأبائنا الغوص ويدشون البحر ويرجعون سالمين، يعني كثير من الهازيج أنا تستحضرني الآن يعني من خلال صوتك، لكن يمكن وقت البرنامج ما يسمح. لكن خلال الفترة هذه يا أبو مصطفى النهمة ودورها للبحارة بخصوص في أيام العيد أيضا، يعني البحارة عادة لا يعرفون عيد أو ما يعرفون حتى في شهر رمضان يعني يقصدون أرزاقهم، النهمة وش دورها يعني تضيف وتخفف من أحزانهم خلال فترة الأعياد والمناسبات؟ أولا كان في السابق رحلة الغوص لابد يحتاجوا، لأن الفترة طويلة مثل ما ذكرت أخوي حسين أنه أيام عيد ولا أيام رمضان هي على الموسم، الموسم لازم يكون 14 و10 أيام، هذا موسم استخراج اللؤلؤ، فلابد يختاروا النهام على أساس يسليهم يشجعهم يحفزهم على العمل، وكانت روح عندهم روح طيبة جدا فأصعب الظروف. وجود النهام على ظهر السفينة هذا لازم النهام يختار النهام اللي صوته شجي وصوته جدا يعني ممتاز يستألفوه، فكانت يعني مع العلم انه الظروف قاسية حر موت، بينما روح ما شاء الله عندهم
خاص في أيام وفي أيام العياد. في أيام العياد إحنا في عيد الناس لا في بحر ناس تشتغل، فكان ضروري يكون صوت مميز، نهام مميز يكون معاهم، فرقة تشجيعية تكون. وكانت حياتهم جدا بسيطة، مع العلم ما فيه هذه اللي قاعدين إحنا، هذا أنا أسميه ترف بالنسبة للأول، ما فيه كل هال يعني مثلا حق شد الحبل اللي هو ما طور حق شد الحبل، كانوا لا بيده والله إنه يسحبون الحبل وكانت يدهم هذه يعني تسبل دم. ولكن أبو مصطفى يعني نقول يعني الجيل اليوم اللي عاش الأجواء هذه يمكن وحس بتعب بسيط خلال الحجر، والمهم الحمد لله كل أمورنا كانت زينة، ما بالك تستذكر دائما تلك الفترة الماضية اللي كان أهلنا يجون من سيف إلى سيف ومن محطة إلى محطة ويدخون على المحمل ويجيبون الماشلة اللي يعني اللي من خلالها الناس تستمر في الحياة. صحيح. أنا يستحضرني موال يقول على زمان أول وزمان الحين، والله إحنا في خير وعافية ونعمة إن شاء الله. زمان أول يقول يا مال رجع الصدى ليت الزمان يعود، والله يعود لا هب ريح البحر مال الغصن والعود، والسيف رمله كتب ليل السمر والعود، عن دار أهل الوفا عن دار أهل الوفا يلطبعهم ما مال، لدار فيها الحكي والنهمة واليامال، والعشرة فيكم أبد ما تنشر بالمال، والجود من طبعكم طيب الأصل والعود. الله يعطيك الصحة والعافية أبو مصطفى وطولة العمر إن شاء الله، وتستمر عاداتنا وتقاليدنا في وجودك ووجود من أمثالك اللي يعطون إن شاء الله بلا حدود. الله يسلمكم، وإحنا هذه حرفة النهمة وحرفة البحر، طبعا إحنا بحارة أبا عن جد، يعني حرفة ممتازة. كانت الناس والله مرت بظروف صعبة جدا وحرجة جدا، ولكن كانت الروح طيبة. الله يعافيكم والله يعودنا وياكم، وألف شكر لكم. يعطيك العافية. وهذا جزء يا سندس، وعلى فكرة أنا ترى ما أسمعكم يا سندس يعني، ولا أسمع، عندي شوية مشكلة في الصوت على ما يبدو، لكن هذه التقاليد وهذه العادات اللي موجودة حقيقة تضفي شيء الكثير يعني تاريخنا وموروثنا، والله يدوم علينا إن شاء الله يعني الأمن والأمان اللي نعيشه اليوم يا سندس، ودائما عيدنا وعيد الجميع إن شاء الله، وكل عام أنتم بخير يا سندس. إن شاء الله يعودوا علينا وعليكم بحال أفضل بإذن الله. وخليني أعقب على كلام يعني أبو مصطفى، أنه كان الطيب لازال ولا زال أيضا الحمد لله كثير من الناس الطيبة موجودة، وكثير من الناس اللي فعلا يثمر فيهم العشرة. طبعا العيد وش هو؟ التواصل، هو السؤال عن الأحباب ومن حبايبنا اللي لهم مكانة خاصة على قلوبنا، هم أهل الإمارات تحديدا. يسعدنا أن يكون معنا الدكتور حبيب غلوم، وهو يعني فنان مميز ومتميز ومخرج. يسعد صباح صباحك معانا ومرحبا الساع، وكل عام وانت بخير. يا حياكم الله، مرحبا الساع وكل عام، وقيادتنا في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات والشعب السعودي والشعب الإماراتي بخير وسعادة يا رب. آمين إن شاء الله. خلينا بالبداية نتكلم عن عيد السنة، كيف كان العيد وياكم هالسنة؟ والله العيد يعني مثل ما عندكم هو عندنا. عندنا عندكم خير إن شاء الله. يا سلمى، إحنا فرحتنا إن إحنا ملتزمين بيعني توجيهات قيادتنا الرشيدة، وهذه أعظم فرحة إن إحنا على الأقل صح. نقول لقيادتنا ولحكومتنا نقول لهم تم، وإحنا في الشوفة دائما وأبدا، وهذه وقفة وطنية مع الحكومة ومع التوجيهات اللي تصدر طبعا. وهذا بالنسبة لنا عيد، احنا انتو تعرفون يعني احنا وانتو ما عليكم زود في المملكة العربية السعودية حكومتنا. جميل. لو تكلمنا اكثر عن عادات العيد في الامارات تحديدا اليوم الثالث، يعني مثلا لو مثلا الظروف كانت احسن من كذا وش كنت راح تسوي اليوم؟ والله وش كنت اسوي؟ اليمعة هذه اللي احنا مفتقدينها السنة. صحيح. وانتو عارفين حتى بالظروف اللي طايرة يعني يمعتنا ناقصة،
ومو قادرين نلتقي مع حتى أقرب الناس لنا، لأن احنا بالجد يعني احنا ملتزمين بالقرارات اللي اصدرت وبتوجيهات سيدي صاحب السمو الله يحفظه الشيخ محمد بن زايد، انه يعني خلكم في البيت واحنا ظلينا في البيت. الله يشهد انه والله ما طلعنا من بيوتنا خلال هالثلاث ايام، ولا الاهل زارونا ولا زرناهم، خوفا طبعا خاصة انا عندي ام شوية يعني تعبانة، فالكل حريص على انه ما يجي، وسبحان الله قد يحدث ما لا يحمد عقباه. الله يطول في عمر الوالدة، يعني فعلا يعني هذه مسؤولية وطنية تجاه الوطن، البقاء في المنزل. وأنا صراحة أشكرك يعني فعلا على حرصك أنت وهيفاء أكيد وأطفالك وأبنائك، كثير الحمد لله نماذج يعني مشهود لها أنها فعلا ملتزمة، والدليل أنه في كثير من المنحنى نزل في العدد والأرقام إن شاء الله بإذن الله. خلينا نتكلم أكثر عن الأعمال الفنية اللي قدمتها، ونقول عمل غير حياتك تماما. والله يعني خلال أكثر من 40 سنة تسأليني عن عمل، في أعمال كثيرة أكيد، يعني إحنا عندنا كانت سلسلة على وزن طاش ما طاش، إحنا نسميهم هني عندنا مسلسل اسمه حاير طاير، هذا غير حياة كل الفنانين تقريبا في الإمارات، لأن قدمنا خلال 5 مواسم يعني أكثر من 150 حلقة، قدمنا نماذج كثيرة من الشخصيات أنا وغيري من الفنانين، وهذا كان له تأثير كبير على تعريف الجمهور فينا. أيضا أنا كان عندي مسلسل زمان بدوي اسمه جواهر، أيضا هذا كان له دور كبير. عملت مسلسل اسمها بنات آدم، أيضا هذا كان له دور كبير. عملت خيانة وطن، أنا منتج هذا العمل، هذا أيضا قدمني للجمهور العربي بشكل عام، لأنه كان يناقش عن قضية الإخوان المسلمين. ففي أعمال كثيرة يعني خلال جميل. الفترة كل هذه يعني. فعلا أعمال مميزة، لكن بنات آدم تحديدا غير حياتك، كأنها كان بداية ارتباطك بالفنانة هيفاء حسين. والله إيه، إحنا كنا تونا متزوجين صار أسبوعين. أسبوعين إيه، وأنا طبعا ما أخذ شخصية واحد لعاب يعني يقص على هذه وعلى ذي. زين إنها اقتنعت. ايه يوم من الايام قالت لي يا خوبي تطلع صدق كذي يعني. الله يوفقكم، بسم الله عليك. طيب خلنا نسال عن سلطان وجواهر، شو اخبارهم بالعيد؟ وش سويتوا لهم من اجواء؟ صح انهم لسه صغار، لكن في متعه في العيد لهم. اكيد طبعا، يعني احنا هذا اللي مصبرنا في البيت، يعني وجود امي ووجود هالطفلين الحلوين، واحنا سبحان الله يعني امس في العيد نزلنا صورتهم لاول مره صور. فالله يحفظهم، واكيد عاملين لنا جو، خاصه سعاده يعني سعادتنا احنا من سعاده امي اللي فرحانه فيهم، خاصه كانت هي موجوده في العنايه لمده شهر، وتونا مطلعينها ليله العيد طلعناها، فهي فرحانه، وعلى الاقل يعوضونها شوي عن عدم وجود باقي الاسره في العيد في هذا البيت اللي احنا فيه، ولله الحمد يعني وجودهم نعمه من رب العالمين. الحمد لله، طبعا نتمنى لها الشفاء العاجل، والله يطول في عمرها ويرزقكم ان شاء الله ويقر عينكم فيها باذن الله تعالى. طمنا على حبايبنا في الامارات، شكرا دكتور حبيب، واكيد نوجه التحيه بعد للحلوى البحرينيه هيفاء حسين. اذا مشاهدينا الكرام، اكيد يعني للعيد نكهه خاصه تكتمل بكيكه العيد، الزميله وجدان العبد الكريم اعدت هذا التقرير، نطلع نشوفه وراجعين. الكيك عنوان الفرح والمناسبات السعيدة وركن أساسي في احتفالات العيد، وحالياً زاد الطلب على الكيك لاستكمال الأجواء الممتعة. مواسم العيد من أكثر المواسم اللي نتلقى فيها طلبات للكيك، وخصوصاً بالوقت الحالي لأن الناس مع الحجر وإنها ما تقدر تروح ولا تجي، فقاعد تدور أي طريقة علشان إنه تتسلى أو تدخل البهجة والسرور على البيت. تختلف الأذواق في شكل وطعم الكيك، لكن الكل أجمع على سكر محلي محطوط على كريمة. اللي يميز طلبيات العيد قاعدين نحاول أن الألوان تكون زاهية قد ما نقدر، الفواتح الألوان هذه اللي يقول تدخل البهجة على الواحد، يعني نحاول أن ما تكون ألوان غامقة، حاولنا ندخل بعد موضوع الغيوم أنه شيء يعني
يشرح النفس، انه اذا شفتيه تحسين يعني في لمسه براءه ولمسه طفوله. الاقبال مو بس طبعا على الكيك، برضو عندنا على الدونات، على المعمول. طعم العيد يحلى باحتفالنا في منازلنا، الكيك من محلات خارجيه او حتى من البيت لها نكهه خاصه. وجدان العبد الكريم، القناه السعوديه، الدمام. إذن رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وأكيد شفنا الكيك. يعني أنا استوقفني موضوع خلال الأيام الماضية، الكثير عنده في سناب شات صناعة الكيك من خلال أنه مع بناتها تسوي الكيك أو كب كيك. يعني أحيانا ما يقدر الواحد يجيب كيك من برا، خاصة في الظروف هذه، فتلاقيه يحاول يصنع الفرحة في المنزل. كثير من الشوكولات أو الكيك أو من التوزيعات المميزة قامت بها الأسر كنوع من الترفيه في هذه الجائحة أو الأزمة. وفي معايدات كثيرة يعني قدمناها احنا في محطة تلفزيون دمام وايضا المناطق الاخرى، لكن انا اسمح لي مخرجنا يعني اذا المبادرة جاهزة او التقرير جاهز، طبعا بكل فخر وعز واعتزاز اتمنى انه احنا نكون قدمنا في هذا اليوم معايدة مميزة جدا لرجال الامن. اكيد تحية تقدير وفخر وولاء لهذا الوطن، وايضا للرجال اللي كان دورهم بسيط جدا، كان دورهم فقط انهم يعني رعاية امنية للوطن، وهم يعتبروا هذا الدور كبير بالنسبة لنا، لكن هم يعتبرونه أنه أقل واجب لهذا الوطن. لكن اليوم اكتملت الصورة وصار بعد دورهم صحي، ينتبهون لصحتنا وعافيتنا. الزميلة بشرى العاهلي عدت هذا التقرير، نروح نشوفه ونرجع لكم. يسهر رجال الأمن على تطبيق منع التجوال منذ بداية الجائحة بكل دقة وإخلاص، وخاصة بعد قرارات منع التجوال الكلي أيام العيد. وقفة شكر وتقدير قدمها تلفزيون الدمام لرجال الأمن، وذلك لدورهم الكبير في أمن المواطن والمقيم لحفظ صحتهم وسلامتهم من انتشار فيروس كورونا. بشرى العاهلي، للقناة السعودية، الدمام. إذن رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، ولا زالت تحية الفخر والتقدير والعز والاعتزاز لجنودنا المرابطين سواء في الحد الجنوبي أو المتواجدين في الميادين. فعلا رجال صدقوا الله ما عهدوه. أكيد مستمرين معكم مشاهدينا الكرام، لكن أعتقد أنه عندنا معايدة الحين راح نطلع نشوفها وراجعين لكم. كل عام وانتم بخير، اتمنى اني اكون جنب الوالده الله يطول بعمرها واخواني واخواتي، لكن الظروف السنه هذه مختلفه تماما، بعيدين عنهم، فنطلب منهم طبعا البقاء من اجلنا لان احنا نعمل من اجلهم. وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، بما ان احنا نمر الان بجائحه كورونا وبعيدين عن الأهل والأصدقاء، حبينا نقول لكم كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله العيد القادم نكون مع بعض ويكون أجمل بإذن الله. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير، بقاءكم في منازلكم أحلى. إحنا الآن في أعمالنا نقوم بخط الدفاع الأول في الجائحة هذه، وإن شاء الله بإذن الله في عيد الأضحى نجتمع مع بعض ونلتقي مع جميع الأحباب، وكل عام وانتم بخير. طبعا هذا العيد بيكون عيد مختلف عن كل عيد مر علينا سابقا، بحكم انه راح يكون تباعد بين كل الاسر ولا راح نشوف بعض، لكن هذا شيء نسويه يعني لمصلحه الجميع عشان نتخلص من الوباء هذا ونرجع زي قبل واحسن باذن الله ان شاء الله يا رب. فهذه رساله نوجهها للجميع، ان كل واحد يبقى في بيته وما يختلط فتره العيد عشان نتخلص من هذا الوباء باسرع وقت ممكن. بالنسبه للعيد، العيد مختلف في السنه هذه زي ما انتم عارفين، التباعد الاجتماعي وكذا، واحب اعيد على الاهل واعيد على عموم الشباب بشكل عام، فعيدنا مختلف ونتمنى ان شاء الله السلامه للجميع بالتباعد هذا والتزامنا بالتباعد الاجتماعي. We'll be right back.
رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. صراحة احترنا من نشكر ومن نوفيه بحقه في الأيام هذه. كثير هم فعلا واقفين في الميدان سواء في الجهات الأمنية أو الجهات الصحية. نكرر لهم الشكر والعرفان والامتنان، وأيضا كمان ما ننسى الدور الإعلامي في هذا كله. مشاهدين الكرام، يعني حرصت أني أنا بعد أعيد في بيوت الناس وأدخل بيوتهم وأشوف شلون يستمتعوا باللحظة. ما اكتفيت بس بزميلاتي أنهم يتوجهوا للموقع، رحت أنا بنفسي لموقع نطلع نشوف هالتقرير ونرجع. مشهد عيد مبتكر، مواهب الأم غيرت الأجواء وأسعدتهم، حولت المنزل إلى ورشة عمل مبتكرة، رسمت السعادة في أركان المنزل ونثرت عبير الاحتفال بطريقتها الخاصة. السنة طبعاً العيد مختلف، حبيت أقدم طبعاً من المرسم أو من مرسم يعني شيء فني وبلمسات فنية مع الخامات الموجودة، وبدأت يعني أعمل يعني بعض القطع الفنية إن شاء الله يا رب تحوز على إعجابهم يعني، وراح أوصلها من نفس الشيء بطريقة أحد التطبيقات يساعدنا على يعني إن إحنا نتواصل مع أهلنا، وحتى وإن كان يعني الوضع ما يسمح لنا إن إحنا نشوفهم هذه السنة. تعاون أم وأب أضفى الفرح في هذا العيد بأناقة أسرية متميزة عنوانها التعاون وتفاصيلها الابتكار. كل عام وانتم بخير. العيد طبعا السنة غير عن كل سنة وسبب له جائحة كورونا، لكن احنا حاولنا ان احنا نخلق لنا جو للأولاد للبنات، جو ما يحسوا ان العيد غير. طبعا اكيد يعني عملت جدول يعني بروجرام لهم يعني في البيت، هم من طبعا يعني تجهيز مثلا غدا العيد بيكون في البيت مختلف، يعني هم نفس الشيء فطور العيد، يعني برنامج زي ما تقول يعني نحاول ان احنا نغير الروتين يعني اللي احنا نجلس في البيت من الالعاب ومن يعني المسابقات في البيت بهالشكل، يعني شوي نخلق يعني تغيير طبعا، ونتواصل مع الأهل عن طريق يعني وسائل التواصل طبعا والتطبيقات الموجودة. الصراحة ما أحس إن في تغيير في هذا العيد، لأن أمي وأبوي ما قصروا وحاولوا إنهم يخلقوا الأجواء وخلقوا الأجواء فعلا، وكل عام وانتم بخير وإن شاء الله العيد الجاي أحسن بلمتنا مع أهلنا. كل عام وانتم بخير، اليوم العيد وعساكم من عواده. أنا جهزت للعيد واستمتعت في نفخ البالونات، وكل عام وانتم بخير. الحاجة أم الاختراع، وفي زمن كورونا الجائحة أم الإبداع، فهذا العيد غير. صحيح متباعدين لكن بقلوبنا متقاربين. للقناة السعودية سندس محمد، الدمام. إذا رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. الصوت الجميل ياخذنا البعيد دائما، يعيش في مشاعرنا. كيف إذا اجتمع الصوت مع اللحن المميز والكلمات المبدعة؟ ضيفنا المميز اللي راح ينضم عبر الهاتف الفنان أو الملحن إبراهيم مطلق. يسعد صباحك معنا إبراهيم، وكل سنة وانت طيب. يسعد صباحك. يبدو أنه في مشكلة في الصوت، عبال ما يجهز الصوت خلنا نسولف شوية في الأجواء العائلية. خلال الأيام الماضية الفنانة بدأت تبدع في تفاصيل أنها تقدم أشياء جميلة وتوزيعات، الشاعرة حبت تعلم أبناء أشياء جديدة، وكل قاعد يحاول يقدم شيء لأسرته. لكن نرجع لموضوع الكيك في المنزل. في كثير من المبدعات اللي فعلا هم سيدات منزل يسوون دائما الكيك. خلنا في الاستوديو عندنا كيك يعني موجود معنا، طبعا المصور قاعد يعرض لنا صورته، صناعة منزلية لسيدة فعلا أبدعت في تفاصيل الكيكة.
وتنسيقات بسيطة وورد أضفى لها الفرح، لأنه العيد فرحة ودائما تكتمل الأعياد بالأشياء الجميلة اللي تضفي لنا الفرحة. طبعا هذه كلها ترفع هرمون السعادة في الدم، سواء كان أكلناها ولا شفناها. والحمد لله أنتم كمشاهدين تشوفون الكيك وراح تنبسطون بمشاهدتها، وأكيد تستمتعون أكثر مع ضيوفنا المميزين. ونرجع لضيفنا الملحن الأستاذ إبراهيم مطلق، يسعد صباحك معانا وكل سنة وانت طيب. أنا ما أسمع الصوت أستاذ إبراهيم، تسمع صوتي؟ حياك الله معنا وصباحك سعادة. يبدو أنه في مشكلة في الصوت، رح نرجع، لكن خلنا نشوف المزارع الفلاح كيف يعيش تفاصيل الزراعة في ظل العيد وجائحة كورونا. طبعا الزميل حسين السلطان أعد لنا هذا التقرير، نطلع نشوفه وراجعين لكم. تستمر الأرض بعطائها، ويسعى الإنسان في أنحائها ليحصد ما زرعته يداه من خيرات هذه الأرض المباركة. فلا يأس أو توقف تحت أي ظرف كان، فالعم أبو علي العبادي خير مثال لذلك، حيث يستقبل عيد الفطر المبارك وهو في مزرعته حتى يشتم رائحة العشق لهذه الأرض، ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي ولو بالجزء البسيط. أنا أجي المزرعة هنا، أنا راحت نفسيتي في المزرعة هنا. أنا لما أجي وأشوف الخضرة وأشوف الخير الله المنثور أنا أرتاح. أنا ذا كله زارعة بيدي، ذا مربيه كما رب مثل اللي ربيت أولادي. أنا ربيت هذا كما مثل اللي ربيت ولدي، شجر ليمون الباباي العنب كذا كله وانا مربيه، ذا تربيه النخل كله تربيه، والحمد لله احنا ناكل نستثمر ودي السوق ونستفيد احنا وتستفيد العالم كله، هو تاكل من الناس وحنا ناكل والصديق واللي يسير واللي يجي كله الحمد لله ناكل، والخير واجد والله خير واجد الحمد لله رب العالمين. هنا حيث يعشق أبو علي العبادي مشاهدة تلك المحاصيل التي عمل ليل نهار من أجل أن يراها وقد أثمرت وتمد بخيراتها أرجاء الوطن، ليصبح العم أبو علي وغيره من المزارعين نماذج مشرفة للكفاح والعطاء دون حدود. للقناة السعودية، حسين السلطان، الأحساء. مشاهدينا الكرام، ازرع ورد بتلاقي، مثل ما تزرع أكيد بتلاقي، ومثل ما وطننا عطانا وزرع في قلوبنا الكثير أكيد راح يحصد منا الخير في هالأيام، وأكيد في كل يوم وطننا يستحق منا الكثير. مبادرات كثيرة قدمها أبناء الوطن، من ضمنها أنا ودي أتكلم عن مبادرتين جميلة وأسعدتني. المبادرة الأولى
احلق في بيتك، يعني كانت ليلة العيد دائما متعودين احنا الصوالين والحلاقين يكونوا زحمة، كانوا في المولات قبل ليلة العيد اللي هو قبل موضوع منع التجول تحديدا، وزعوا أدوات الحلاقة كاملة بتعقيماتها بكل شيء. فمبادرات جميلة قدمتها الأمانة، وأيضا بتعاون متطوعين من أبناء مملكتنا، وأرجع أقول مملكتنا تستحق مننا الكثير. مشاهدينا، هذا اللي عندنا اليوم للمنطقة الشرقية، نتمنى أن احنا أسعدناكم وأثلجنا صدوركم بفقراتنا.